هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. سلام الله عليكم متابعينا متابعي برنامج عليكم العافية. تنتشر الآن التجمعات السكانية أو التجمعات غير المدروسة وغير صحية، وما تنتشر معها أمراض كمثل القمل والجرب وجدري الماء بسبب سوء النظافة وسوء العناية في الأمور الشخصية والنظافة الشخصية. لهذا السبب نحن نستضيف الآن معنا الدكتور مصطفى لولق، أخصائي في أمراض طب الأسرة ومن أحد أطباء المخيمات السورية، للحديث أكثر عن هذا الموضوع والوقاية منه ومشاهداته في هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا يا حكيم. في عنا تقرير صوروا الشباب معنا في قناة حلب اليوم بأحد المناطق في سوريا تتحدث عن أحد هذه الموضوع بالضبط، نشاهده ونتابع حوارنا. احنا منطقة تلدار المحاصرة عم نعاني من مشكلة كبيرة وجائحة هي مرض الجرب، مرض مستعصي، مرض الجرب. مرض الجرب يصير فيه اندفاعات جلدية وحكي في جميع جسمه خاصة في الأماكن الرخوة. هذا المرض وهذا مستفحل لعنا بمنطقة الحوري نتيجة عنا عدة أسباب له، نتيجة القصف والقذائف اللي بتصير من المواد الكيماوية والإشعاعات اللي بتطلع من القذائف بتساوي تحسس بالجلد وبتعمل اندفاعات بالجلد. هاي شغلة. الشغلة الثانية قلة المي، ما في مي متوفر، ما متوفر عنا. الأمور الثانية ما عنا يعني ما ضل عنا أماكن مهواة أو تدخل الشمس لإلها أو شيء، يعني أماكن رطبة دائما عندنا، بأماكن رطبة وقاعدة والجلوس بأماكن رطبة والأقبية والهلاكي لفترات طويلة. هذا كله من أسباب اللي بتعمل مرض الجرب. أنا صيدلي بالمشفى الميداني بمدينة الحولي بتلدو. هلأ نحن عم نعاني من حالة انتشار جرب بشكل قوي جدا، وعم نحاول نطلب من برا أن تجينا مواد لنعالج فيها الأفيه. طرقات مسكرة مقطوعة، أحيانا بيجينا أحيانا ما بيجي، ولكن كميات عم تجي بسيطة جدا بسبب انتشار الحالة هاي بشكل قوي. كل أرجاء ضيع عنا. العلاج اللي عم نستخدمه لآفة الجرب هو هاي المادة بنزوات البنزيل تركيز 25%. لحد هلأ صرنا مستخدمين أكثر من 2000 علبة، ولسه عنا حالات كتير مصابة بهالآفية هاي، وهاي أكثر إمكانيات عم نقدر نقدمها لحد الآن. نحن بدورنا بهالمنطقة من ناشد الجهات المختصة اللي بتقدر تساعد هالمنطقة، خاصة بريف حمص الشمالي، لأنه ما عنا طرقات مفتوحة، طرقات كلها مقطوعة عنا. من ناشدهم أنه يأمنونا العلاج اللازم لهالمرض لهالجائحة حتى ما تستبحر أكثر من هيك. تمام دكتور، مثل ما شفنا يعني حالي صارت واقع مفروض علينا، وأحيانا عم بكون يعني مهما كان المرء نظيف أو غيره، انقطاع الماء، الكهرباء، عدم وصول للعناية الشخصية، يعني عم بصير واقع مفروض علينا. نبدأ معي دكتور بالأمل، ما هو الأمل؟ عبارة عن حشرات. تمام. بدون جناح. تمام. تتغذى على دم الإنسان، فهي مواصل الدم. تمام. وحجمها بحجم بذور السمسم. تمام. يمكن أن يرى بالعين المجردة باللون أبيض أو رمادي أو بني. رمادي داكن. هذا بشكل عام قمل طبعاً الرأس. طبعا عم نحكي عن قمل الرأس. نعم، عن قمل الرأس. دكتور العدوى فيه، ما هي طرق العدوى بقمل الرأس؟ العدوى عبارة عن يتم بطريقين. طبعاً. على الأغلب. إما التماس المباشر بين رأس المصاب والشخص السليم. تمام. أو نتيجة المشاركة باستعمال أدوات شخصية للشخص المصاب. تمام. مثل فراش الشعر. تمام. والمشط. والأبعاد. والمناشف. وتعتبر صفوف المدارس هي المصدر الأساسي للعدوى. صفوف المدارس. نعم. طيب يعني في صفوف المدارس إذا كان أحد المصابين
قديش بده فترة لحتى ينقل للبقية؟ فترة حضانة يعني كم فترة حضانة؟ فترة الحضانة عبارة عن من 4 إلى 6 أسابيع. من 4 إلى 6 أسابيع. هل يمكن فعل شيء خلال هذه الفترة؟ ابتعاد طبعا هذا موضوع الوقاية. هلا إيه نحكي ممكن. فيها ممكن. طبعا طب. نحكي فيها بنهاية يعني شو هي الأعراض اللي بتصير مع المصاب في قمل الرأس؟ الأعراض تنقسم لقسمين، أعراض جلدية وأعراض نفسية. أعراض الجلدية نحكي أول شيء عبارة عن دغدغة بفروة الرأس، حكة في مؤخرة الرأس وجوانب الفروة، خدوش نتيجة الحكة، وطبعا نتيجة الحكة يتحول إلى أكزيما وسحجات وتقيحات خاصة خلف الأذنين ومنطقة النقرة هون بخلف الرأس. اعتلال بالعقد اللمفاوية الرقبية، ممكن توصل الموضوع لاعتقال العقد الفقري. نعم نتيجة الانتانات السنوية. عندنا الأعراض النفسية التوتر والأرق والسواس القهري. يعني المريض بطيب وبفكر أنه لسه هو مصاب. هذا الأعراض بشكل عام. هلأ بسمع أنه ممكن الطفل المصاب يكزع أسنانه بالليل أو هيك أو ما. نعم هذا من ضمن الأعراض العصبية. من ضمن الأعراض العصبية اللي توتر. توتر خاصة بالليل بيقولوا الطفل عم بكز أو هيك بكون عم بحك بس ما بيعرف شو مشكلته. لا سمح الله صار هالحالة، شو علاج دكتور؟ العلاج الخطة الأساسية بالعلاج معالجة جميع أفراد الأسرة. تماما. هاي رقم واحد. تماما. حتى اللي ما عندهم أعراض. طالما في فرد من أفراد الأسرة منصاب لازم نعالج كل أفراد الأسرة. طبعا في أدوية خاصة مشان هالموضوع. محلول دوائي يفضل أنه إعادة المعالجة بعد أسبوع، يعني بعد 7 أيام إلى 14 يوم، نعيد المعالجة مرة تانية. مشان أنه نخلص بشكل بالمرة. طبعا بعد العلاج ارتداء الملابس النظيفة. وإذا في عنا نتيجة الحكة مثل ما حكينا بالبداية بالأعراض، إذا عنا قروح ملتهبة شو اسمه نعالجهم بالأنتيبيوتيك بالمضادات الحيوية المناسبة. تمام. يعني دكتور في داعي مثلا لقص شعر الأطفال أو غيره ولا لا بالمعالج ممكن ما نضطر لهالموضوع؟ لا ما بنضطر. إذا شو اسمه طبعا الشعر ضمن المعقول، يعني مو الخنافس طبعا هذا صعب تنظيفه، يعني صعب التنظيف، يعني الدوش قد ما استعملنا صعب. طبعا تقصير الشعر يفيد كثير بالموضوع. طيب هل ممكن انه يظل اثر من هذا الحشرات على مثلا وجه المخده النوم او ضمن حرامات والشراشف ممكن ينتقل من خلالها؟ طبعا. فلازم نعمل كمان حمله تنظيف لا طبعا حمله تنظيف اغطيه هلا جايين بالوقايه زي بدي احكي. طيب خلينا نحكي بالوقايه. أيوه. انا عم بسال يعني خلينا نحكي بالوقايه دكتور. يعني اول اهم شغله بالوقايه تجنب تماس واستخدام الاغراض الشخصيه للشخص المصاب. تمام. او الطفل المصاب. دكتور حتى نحط النقاط على الحروف. نعم. شو الغارات الشخصية؟ فرشات الشعر والمشط. فرشات الشعر، المشط، المناشف. تماما. أغطية الرأس. تماما. نعم. تماما. اثنين الشغلة اللي قلت لي عليه، غلي أغطية الأسرة. تمام. نعم. والملابس والمناشف بالماء الحار. تمام. مع تعريضها ثم تعريضها للشمس، لأشعة الشمس. وضع الأغراض اللي لا يمكن غسلها في أكياس محكمة الإغلاق لمدة أسبوعين. تمام. لأن الحشرة بتموت. تمام. بهالفترة. تمام. بالنسبة للأمشاط وفراشي الشعر هدول نحسن يا مننقعهم بالكحول أو نغليهم لمدة 10 دقائق مشان نخلص من الحشرة. تمام. نعم. تنظيف أرضية المنزل والأساس بشكل مستمر. فحص الدوري للعائلة. تمام. هدول الإجراءات الوقائية العامة. يعني الخمل هل مثلا له حركات هيك مثلا ممكن يتخبى بأرانب الجسم أو لا هو على الشعر فقط؟ هلا لا يتجاوز الشعر. نعم هلا بالنسبة هذا قمل الرأس ضمن فروة الرأس. خلص لا يمكن. نعم في عندنا قمل الجسد. تمام. وفي عندنا قمل العاني. تمام. نحن مبدئياً عم نحكي كون قمل الجسد والعاني ممكن يتخبى بغير الشعر. طبعاً بالسنيات وش اسمه هذاك له أماكن توضع. ترتيبات أخرى. أخرى طبعاً. بس نحن يكون قمل الرأس هو اللي بهالظروف بالمدارس بالأخص تكون نحن ببداية افتتاح المدارس. طبعاً. أنا حبيت أحكي عن قمل الرأس. طبعاً. بالدرجة طبعاً. الأولى. طب بالنسبة دكتور لأطفال المدارس شو بتنصح الأهل وخاصة البنات كتير بيعانوا من هالموضوع؟ هلا بالنسبة للبنات الحمد لله بحكم عاداتنا غطاء الرأس. تمام. هذا رقم واحد للبنات، هذا بيحمي البنات كون البنات بشكل عام شعرهم طويل. طبعاً. بالنسبة للشباب شعر
شغل مدارس يعني شعر قصير زائد الفحص الدوري من قبل الأهل، وإذا صار مثل ما حكينا وباء أو إصابة بأحد أفراد العائلة لازم يتعالج. ذاتي هو بشكل عام لما يصير إصابة بالمدرسة بالصف المعلمين يبلغوا الأهل أنه ترى في عنا طفل مثلا فحصوا أولادكم، عالجوا أولادكم إذا في شيء مشان يراجعوا المراكز الصحية مشان العلاج المناسب. طيب دكتور، بعد الفاصل نحكي عن الجرب. متابعينا الأكارم، فاصل ونواصل. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم، في القسم الأول من حلقة تحدثنا عن القمل والإجراءات الاحتياطية لمنع انتشاره كوباء في التجمعات السكانية الغير مدروسة، مع انعدام أحيانا الماء والكهرباء والاضطرار لعدم العناية الشخصية بالشكل اللازم. الآن نتحدث عن الجرب دكتور، ما هو الجرب؟ الجرب عبارة عن مرض ينصاب الشخص نتيجة طفيلي. تمام. طفيلي اسمه قارمة الجرب. تمام. نعم. طبعا هذا كان من الأمراض الجلدية اللي بنشوفها بهالفصل، فصل الشتاء. تمام. بالأخص. تماما. نعم. تماما. هذا بشكل عام التعريف. تمام. دكتور، العدوى بالجرب هل ممكن بين الأشخاص؟ طبعا. كيف تتم العدوى؟ العدوى نتيجة التلامس المباشر مع جلد الشخص المصاب. تمام. أو استعمال المشترك للأدوات الشخصية، المنشفة وغطاء الرأس، غطاء السرير. تمام. نعم. هذول بشكل عام طرق العدوى. والألبسة أيضا وغيره. هل هناك فترة حضانة للمرض دكتور؟ طبعا. حضانة للجرب؟ نعم. كم تبلغ؟ من أسبوعين لأربع أسابيع. تمام. نعم، لا تظهر الأعراض. لا تظهر الأعراض. تماما. تماما. طيب الأعراض ما هي؟ أعراض ما في أعراض هيك بشكل بالبداية خاصة ما هي واضحة، بس تظهر على شكل حبوب حمراء صغيرة. تمام. ملتهبة مع حكة شديدة. والحكة بالأخص تكون حكة مسائية. 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 تماما. تكون منتشرة في الجسم. طبعا في مناطق بالجسم انه بلفت الانتباه خاصة حول السرة. تمام. نعم. الأجزاء الداخلية للأطراف. تمام. شو اسمه، وبين أصابع اليدين. تمام. دول المناطق المميزة للإصابة بداء الجرب. وعادة ما يصاب أكثر من فرد من أفراد الأسرة. نعم. دكتور، هو يعني صاير الحالات عم نشوفها تجمعات سكانية مثل المخيمات وغيره، واحيانا كنا نشوفها للي خارجين من المعتقل، سجون. من نعم. السجن او المعتقل دائما. نعم. اول شكوى بيشكوا. نعم. من يعني خارجين السجون انا اجوني كتار يعني. مع الاسف الجرب رقم واحد. يعني. الجرب رقم واحد. نعم. نعم. كنا نشاهدهم يعني. نعم. في سوريا. طيب دكتور، العلاج في هذه الحاله. قبل العلاج في شغله صغيره. تمام. حابب اضيفها. في عندنا مضاعفات من الجرب. نتيجه عدم معرفه الاهل انه مفكرين. أيوة. انه حساسيه شغله أو عدم توفر الدواء. حتى عدم توفر الدواء بصير عندنا انتان سنوي. تمام. انتان سنوي على شكل دمامل. تمام. تقرحات جلدية. ندخل بمشكلة تانية. كيف يعني انتان سنوي دكتور؟ يعني انتان سنوي نتيجة الحكة، انه حكة المستمرة هي حكتها قوية جدا. تمام. بساوي جروح سحجات. تمام. هون طبعا بسبب وجود الجروح بيدخل الجراثيم. أيوة. بيساوينا التهابات جلدية، التهاب نسيج خلوي، دمامل. يعني بشكل عام. لذلك بالعلاج. في عنا يعني علاج الجرب بشكل عام. علاجه بسيط جدا، في مستحلبات جاهزة. تمام. نعم. تمام. هذا دهن للجسم ودواء مضاد للحكة. وإذا في عنا الإنتان السنوي اللي قلنا هالجروح شو اسمه؟ الثانوي وليس السنوي. الثانوي. الثانوي. أنا فهمت السنوي لمدة سنة. الثانوي. تمام. نعم. الآن فهمت عليك. تمام. الثانوي أنتيبيوتيك إذا في عنا. تماما. يعني مضاد حكة مستحلب مضاد للجرب. تمام. نعم. وطبعا الشغلة المهمة معالجة كافة أفراد الأسرة. حتى وإن ما لم تظهر الأعراض؟ طبعاً. حتى وإن لم تظهر. نعم. الأعراض؟ وقائي. كيف نعمل؟ يعني نفس المستحلب؟ نفس المستحلب. تمام. مستحلب يستعملوا لي مرة واحدة، يعني هون عنا بالتركية في مستحلب جاهز تستعمله مرة واحدة.
وإذا في شو اسمه بعد أسبوع تحسن تكرر، يعني استعمال مرة واحدة كافية للعلاج. تمام. نعم. ويجب استخدام الصادات من أجل الإنتان الثانوي. الإنتان الثانوي فقط. طيب دكتور، إذا أجا واحد جرب نعطيه فورا مشان الإنتان الثانوي أو لا؟ لا. أصبر لا. إذا ظهرت الأعراض عليه الثانوي. هو ذاتي لما بيجي لعنا إذا متأخر. تمام. ليكون الإنتان الثانوي هو جاي لعنا معه الإنتان الثانوي. تمام. أما وصل بس فقط أعراض جرب بشكل عام نعالجه معالج جرب. يعني لا داعي، ما في داعي لل. أبداً. الأنتيبيوتيك. طيب الوقاية استطعنا الوقاية. عليها ما هي بالضبط؟ نعم. الوقاية مثل ما حكينا مثل وقاية القمل. تمام. النظافة الشخصية رقم واحد. غسل الملابس والمناشف والأسرة بماء حار. تهويت وتشميس الغرف. تمام. هذا بشكل مختصر. تمام. طبعا غسل الأسرة والألبسة الداخلية. طبعا في أثناء طريقة العلاج في شغلات نحكي للمريض. تبديل اللبس الداخلي وراء شو اسمه وراء دهن المحلول. تمام. نعم. يعني بشكل عام نظافة يعني لا داعي للتخلص من كل فرش البيت. لا 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 لا, لا داعي. لا يكفي الغلي. يكفي الغلي والغسيل بماء حار كافي وافي. طيب مضاعفات عدم العلاج دكتور للجرب. مضاعفات مثل ما حكيت قبل شوي عندنا الإنتان الثانوي، يعني عبارة عن قروح جلدية، دمامل. تمام. حبوب. ممكن تطور مثلا الانتانات الداخلية، انتان دم لا. او لا لا ما في لا لا ما نصل لها ما عندنا. طيب دكتور خلينا بعد الفاصل ننتقل للقسم الثالث من الحلقة جدر الماء. متابعينا الأكارم، بعد الفاصل نتحدث بشكل مختصر عن جدر الماء، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعي برنامج عليكم العافية، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية. تحدثنا في القسم الأول من الحلقة عن القمل، وفي القسم الثاني عن الجرب، وهي أمراض تنتشر في التجمعات السكانية العشوائية غير المدروسة مع انعدام أو قلة العناية بالنظافة الشخصية. نتحدث الآن عن جدر الماء دكتور، لكن قبل الحديث عن جدر الماء يعني خطر بذهني سؤال عن موضوع الجرب. هل يجب أنه يعني الدواء يكون هيك بعلبة ومرتب وكذا، أو يمكن أي شخص يحضره إذا كان عنده قدرة على تحضير الكيماويات؟ هلا عنا بسوريا دواء الجرب عبارة عن مادة بنزيل بنزوات. تمام. نعم. تمام. هذا كان في مستحضرات جاهزة. مستحضرات جاهزة. تمام. من الشركات الأدوية. تمام. في مستحضرات إنه يحضر من قبل الصيدلي بالصيدليات. تمام. 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 يعني يمكن تحضيره. نعم. محليا وبطريقة. نعم. سهلة إن شاء الله. وبالعكس كان فعال أكثر. التحضير اليدوي كان فعال أكثر. أكثر. يعني إذا طلبنا منك تزويدنا بطريقة التحضير أو المواد اللي نعرضها على صفحة الفيس حق تبعيت البرنامج، هل يمكن ذلك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سأتواصل معك في هذا الموضوع. جدر الماء دكتور. ما تعريفه؟ جدر الماء كمرض شوي مختلف عن المرضين السابقين اللي حكينا، كونه مرض فيروسي. تمام. نعم. مرض فيروسي بفيروس جدر الماء النطاقي. تمام. نعم. إنما هو من أمراض التي تصيب المجتمعات بسبب قلة النظافة. طبعا جاي فيها هلا. تمام. بصلب. طيب دكتور نحكي عن العدوى. نعم. تفضل. العدوى يتم عن طريقين، طريق جهاز التنفس العلوي. تمام. جهاز التنفس العلوي إما باستنشاق الطفل السليم للفيروس المتطاير من الحويصلات الجلدية. تمام. على جسم الطفل. تمام. أو باستنشاق الرذاذ الحامل أثناء سعال وعطاس الطفل المريض. تمام. هذا طريق جهاز التنفس العلوي. في عنا عن طريق الطريقة الثانية عن طريق استخدام الأدوات الشخصية للمريض. تماما. طريقين تقريبا. دكتور أنت حكيت أنت استنشاق الطفل للموضوع، تقصد أنه يصيب الأطفال فقط أو يصيب كل الناس؟ لا، جدر الماء هو مرض الأطفال. تماما. بشكل عام. تماما. هل يكسب مناعة بعد الشفاء؟ طبعا. مناعة دائمة. تماما. فمن أصيب فيها في ظهره لن يصاب. لا يصاب فيه لاحقا. طيب هل له فترة حضانة دكتور الموضوع؟ نعم. كم فترة الحضانة؟ من أسبوعين لثلاثة أسابيع. من أسبوعين لثلاثة أسابيع. هل هناك أعراض خلال فترة الحضانة مثلا معينة مشخصة أو أعراض عامة؟ لا، فترة الحضانة عبارة عن فترة التي تسبق فترة الحضانة، هي فترة دخول الفيروس للجسم لا ظهور الأعراض. تماما. نعم. ما في. طيب. غير أعراضية فترة لا الحضانة. تكون أو تحمل أعراض. طيب دكتور ذكرت كلمة الحويصلات قبل ما أنساها. بنبهوا أنه ما حد لا تخلي الولد يحك الحويصلات. صحيح؟
طبعا لاني شو اسمه بؤره عدوى. وممكن تترك ندبات؟ لا لا يمكن تترك لا يمكن. ندبات اذا حك الولد لا لا لا, لا تترك ندبات أبقى. يعني تمام. طيب كاعراض عند حصول المرض ما هي دكتور؟ في عندنا بالبدايه اعراض عامه تمام, اعراض قريب او زكام, حراره, صداع, سعال جاف, ارهاق, الم بطني, فقدان شهيه, هدول الاعراض العامه. بعدين تظهر الاعراض الجلديه. اعراض تمام. الجلديه عباره عن طفح جلدي بدايته حبيبات صغيره مثل لدغه البعوض تمام, ثم تتحول الى حويصلات مملوءه بسائل شفاف, ومن ثم المرحله الاخيره هالحويصلات تفتح تتقشر تمام, ممكن خلص المرض تمام. طبعا هذا المرض كمان في شغله مميزه, حك الشديده نعم. بالنسبه لاماكن ظهوره يظهر في الجزع غالبا تمام, في الجزع, ولكنها قد يصيب كامل الجسم, فروة الرأس, الوجه, داخل الفم, حتى بالبلعوم بنشوف. هدول بشكل عام الأعراض. دكتور هل له شكل ناكس بعد الشفاء ولا خلاص؟ لا, لا لا لا, يعني هو منفصل عن الحزام الناري الذي يظهر أيضا عندي. هذاك شيء ثاني, هذاك لأني حتى آليته ما هي معروفة تماما, إنه هالفيروس بيضل كامن في جسم الإنسان سنوات لا يظهر بعدين. يعني الحزام الناري ليس هو جدر الماء كما يعتقد البعض, هو الفيروس نفسه تمام, نفس الفيروس لا مختلف مختلف تمام, مختلف نعم. كعلاج دكتور لهذه الأعراض أو لجدر الماء طبعا يعني نعم. في عنا بس حابب أحكي عن المضاعفات تماما نعم, لأن يكونوا مرض جلدي تمام. عنا التهاب جلد جرثومي تمام, وفي شغلة خطيرة هي التهاب الرئة والتهاب الدماغ. هذا اللي بخوف. شو ليش بنوصل لهالمرحلة؟ إهماله مثلا؟ لا مو إهمال, هذا مضاعف من مضاعفات, لأنه هو ذاتي مرض فيروسي بيعالج حاله بحاله تمام يعني. نعم تمام. إذا هذا مضاعفات يعني هذا يعني نستطيع أن نفعل شيء؟ لا أبدا, لا نستطيع أبدا, طالما الطفل منصاب احتمال معرض لهالمضاعفات. معناتها العلاجات ليست للفيروس بحد ذاته أبدا, إنما علاجات نعم العرض. علاج عرضي, علاج عرضي تفضل دكتور. العلاج بدون مضاعفات علاج عرضي عبارة عن خافض حرارة مضاد حكة تمام, مع المضاعفات نعطي مضاد فيروسي تمام, اذا ظهر معنا اسكلوفير مضادات الفيروسي تمام. اذا عندنا مضاعفات فقط تمام. مضاد الفيروسي اسكلوفير طبعا اذا توفر نعم, احيانا يكون غير متوفر. الوقايه من هذه الامراض, هل هناك طرق للوقايه نعم. من هذه الامراض الطفل المصاب اولا نسوي له حجر صحي بالبيت لمده اسبوع. طالب المدرسة لازم يضل بالبيت لمدة أسبوع من ظهور الطفح الجلدي, بس ظهر الطفح ما نبعته مشان العدوى تمام. هذا رقم واحد. قواعد النظافة العامة وفي شغلة المهمة عندنا إعطاء لقاح, في عندنا لقاح تمام. لجدر المي ممكن نعطي جرعتين من اللقاح مشان نحمي المنصاب. هالجرعتين نعطي بعمر الجرعة الأولى بعمر 12 شهر إلى 15 شهر تمام. يعني من سنة إلى سنة وثلاثة شهور تمام. والجرعة الثانية من عمر 4 سنوات إلى 6 سنوات تمام. تمام. هذا اللقاح تمام. بحمينا حتى إذا صار إصابة بتكون إصابة خفيفة شكلية تكون نعم. قريبة أحيانا هيك عادية نعم. بتمر على نعم. هل من مضاعفات دكتور لجدري الماء؟ نعم. ما هي؟ مضاعفات حكينا قبل شوي, التهاب الجلد الجرثومي نعم نفسه, والتهاب الرئة والتهاب الدماغ تمام تمام تقدم عليها. أشكرك دكتور مصطفى على حضورك, ما شاء الله همتك عالي دائما في خدمة السوريين, وأيضا عندك جروب التجمع السوري للاستشارات الصحية على ما أعتقد نعم. تقريبا صار أكبر جروب أونلاين للمعالجات أونلاين أنا متابعه ومتابع صبرك على المرضى والمتابعين. شكرا. أهلا وسهلا دكتور, متشرف فيك دائما في منصة عليكم العافية. متابعينا الأكارم أرجو أن نكون وفقنا في اختيار هذا الموضوع والمواضيع الأخرى التي ترغبون بنقاشها لاحقا. نحن على الفيسبوك متواجدون بشكل دائم. دمتم بخير وعافية.